معنا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. مرحبا بك معنا من جديد دكتور سلامة. هل نستطيع القول بأن الأمور عادت تتوتر بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة مع الحرب الكلامية وحرب التصريحات بين زعيمي البلدين؟ صحيح، كما أشرتم في تقريركم المفصل، ربما نكون الآن في لحظات أقصى من مراحل التوتر، ولكن يطلق عليها حتى بلغة القانون الدولي الاضطراب أو النزاع السياسي المستفحل بين دولتين هما نوويتين على أقل تقدير. كوريا الشمالية من جانب، وهي كانت انسحبت من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في عام 2003، ومن الجانب الآخر الولايات المتحدة الأمريكية أحد الدول الخمسة الكبار التي لا يوجد عليها أي قيد أو حظر في مجال التسلح النووي، ولكن لا نستطيع أن نعدم فرص الحوار، وإن كان حتى الحوار غير المباشر عن طريق وسائل الوساطة أو المساعي الحميدة لحل حالة الموقف المأزوم هناك في البحر الأصفر في أقصى الشرق الآسيوي، أو حتى لجهود مهمة يمكن أن يطلع بها الأمين العام للأمم المتحدة أو أي شخصية سياسية بارزة، ليس بالضرورة أن تكون في حظية أو تقوم أو تحوز بعمل رسمي. طيب، إضافة إلى ما ذكرت دكتور أيمن، العقوبات الاقتصادية اليوم إضافة إلى العزلة، هل يمكن أن تؤتي بنتائج بعيدا عن الصدام العسكري أو الصدام السياسي كما حدث في ملف إيران النووي؟ التدابير الجزائية سواء كانت التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على كوريا الشمالية منذ أكثر من عقدين من السنوات، أو حتى التدابير الجزائية التي تفرض من قبل منظمة الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن، هي تدابير مهمة، تدابير زجرية رضعية مهمة، ولكن كوريا الشمالية فور آخر تدابير جزائية من مجلس الأمن صرحت تصريحا رسميا مباشرا آليا بأن كل هذه الجزاءات لن تكترث ولن تفت في عضد وعزيمة الدولة الكورية في تملك بل تطوير أسلحتها النووية المتاحة لديها بالفعل وبرنامجها النووي العسكري التسليحي. وبالتالي ما هي الخطورة التي تشكلها اليوم هذه الأسلحة على الدول الجوار الكوري ومنطقة الشرق الأدنى والأوسط؟ أشكرك. ليس فعلا فقط الشرق الأدنى، ولكن كما تحدثتم بجلاء وبدقة، وحتى الشرق الأوسط كله، لكل هذه الدول والمناطق هي وللأسف وبكل أسف في مرمى الصواريخ، سواء مظبوط الكورية الشمالية أو الأمريكية، وإن دارت روح الحرب وبكل أسف وندم وأسف ستكون هذه الدول محط أو محل لهذا النزاع النووي الذي لا قدر الله لن تشهده البشرية قاطبة منذ انتهاء الحرب الباردة 1991، ومنذ آخر قصف نووي في اليابان هيروشيما وناجازاكي على التوالي في نهاية الحرب العالمية الثانية في سبتمبر 1945. لذا الحكمة والتؤدة والتحرز والحرص من سواء الإدارة الأمريكية الرئيس ترامب أو القيادة الكورية الشمالية الشيوعية مطلوبة في هذه الآونة الخطيرة. شكرا جزيلا دكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من القاهرة.